لديه من امكانيات، ما عندوش اسلحه. مش ما عندوش محمد، راك صح ما عندوش محمد. تكلمت امين، تفضل تفضل. خليني نعطيك وجهه النظر تاعي. انا نشوف بانه انشيلوتي قاتل بما لديه من امكانيات، والفوارق كانت واضحه بين الفريقين، لا يمكن ان ينكرها الا حاقد او جاحد. امين، المباراه كانت تسير لمصلحه ريال مدريد، ولو انتهت النتيجه بالتعادل السلبي 0-0، لا احترمنا انشيلوتي ولا مجدنا اجداده وتحدثنا عنه بكل خير. كنت 0-0 مجدو بهذاك الاداء. امين، انت مجدو، انا ما مجدوش. 0-0 في البارك دي برانس مع الحاله السيئه التي كان عليها الريال، ومع الفورمه العاليه التي كان عليها لاعب البي اس جي، كانت ستعتبر نتيجه جد ايجابيه. نعم. لانك ايجابيه بصح تخدم في تعادل فم الاسد. امين، ما نمدحوش محمد، بالغ كثيرا في احترام باريس سان جيرمان. كان عنده رونالدو في الدكه وما لعبوش. نقول لك اسمع، انت عندك حارب بما يملك من امكانيات. لا عنده طن الحلول. خليني نكمل، معليش. الحلول كانت معدومه. عنده الحلول محمد، عنده الحلول. هذا نفس الفريق محمد اللي كان يؤدي مباريات قويه امام كل الكبار في الليغا، في الدور الاول في رابطه ابطال اوروبا، ادى مباريات في اعلى مستوى، فاز على الانتر ذهابا وايابا. فريق كان يفوز مع في المباريات الكبيره محمد. انت كي تبالغ، لماذا بالغ؟ بمن؟ بهؤلاء، والمدرب بهؤلاء. هل تنكر يا امين بانه انشيلوتي غير من وجه ريال مدريد؟ غير، ولكن بالامس هو صاحب، هل تنكر هو صاحب المسؤوليه محمد؟ هل تنكر بانه انشيلوتي هو من اخرج سحر فينيسيوس؟ هل تنكر بانه بنزيما صار اكثر قوه واكثر تعاملقا مع انشيلوتي؟ انشيلوتي امين مع بدايه هذا الموسم نال الكثير من المديح، والان بمجرد تعثر في اللحظه الاخيره وبعمل فردي من مبابي، الرجل اغلق عليهم المساحات. امين، صح رجع انت ماشي ميرو، ماشي جيفانتيوس باش تلعب هذيك الطريقه، ما تقدرش تلعب بهذيك الطريقه. ما لعبش بامكانياته يا محمد. حبيته يفتح اللعب يهاجم، يفتح اللعب. شوف في المغرب يفتح اللعب يهاجم مع سرعه مبابي. لا لا، ماشي ب 4-3-3. انا قبل ما قبل اللقاء في الحصه السابعه وقت ما يلعبش انا ضد خطه 4-4-3، انتحار امام باريس سان جيرمان. وسلك البارح، سلك من 5 ولا 6 اهداف، لولا تعملق الحارس كورتوا لكانت النتيجه كارثيه وتاريخيه. لحسن الحظ ان كورتوا كان حاضرا وصد ما صد من فرص. كارلو أنشيلوتي يا محمد خاطر بتلك الخطة. كارلو أنشيلوتي في المرات القليلة، عمار شاهدت اللقاء، في المرات القليلة التي رفع فيها ريال مدريد من البلوك، كان يلعب بلوك ميديوم يطلع شوية، أغلق المنافذ على باريس سان جيرمان وحرمه من الكرة. كان ريال مدريد هو الذي يتبادل لاعبو كرات قصيرة. نعم نعم، ما لعبش بارك الله فيك، صح ما لعبش عمار. عمار خاف راح يلعب اللعب بالامس محمد. نعم، كاين بزاف في اطوال المباراه المشاهد يتاكد انه كارلو أنشيلوتي جا حب يلعب على التعادل، واذا جاء هدف نقولوا من هجمه معاكسه ما يقولش لا. نعم، تفضل.